يا سيدي الكريم، أعتقد أنه برنامج السيد السوداني، برنامج حكومي، هو خدمات، وأتمنى على السيد السوداني أن ينفذ برنامجه ويقدم الخدمات لجميع محافظات العراق، سواء في الجنوب أو في الغرب أو حتى أقليم كردستان. ولكن أنا لا أريد أن أسمع السيد السوداني يأتيني بتصريح ويقول عليه ضغوط داخلية أو خارجية. إذا ما تكلم السيد السوداني بهذا المنطق، اعتقد لا يليق بالشخص ويعتبر الجهه العليا التنفيذيه في البلاد. عليه ان يبين الاسباب فيما اذا كانت هناك معارضه او ضغوط عليه كما يقول هو، وعليه ان يكون اكثر شفافيه واكثر شجاعه ويصالح الشعب العراقي بمجريات وحقائق الامور. نحن اليوم يا سيدي الكريم امام فتره انتقاليه حقيقيه وفعليه. اليوم الشعب العراقي حقيقه يتطلع الى حياه افضل، يعني حقيقة كل المناطق، آخر كل المنطقيين، كردستان، المناطق الغربية، المناطق الوسط، الجنوب، يعني العوائل هذه كلها فقيرة وتعبانة وهم عراقيين. يعني السياسي مو صاحب منا على العراقيين، هم أبناء بلد. يعني لذلك أتمنى أن يكون السيد السوداني أكبر من المشاكل وأكبر من الضغوط وأكبر من التدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية. وإذا رأى هناك تدخلات، اما ان يقوم بان يكف هذه الخلاف او يعلنها صريحه للشعب العراقي ويخرج من منصبه يستقيل. طيب. ويسجل له التاريخ هذا الموقف الكبير. واعتقد كل الجماهير العراقيه معه، سواء كانت عرب او كراد، اذا فعلا هو طالب بحقوق الشعب العراقي دون تمييز. نعم. او دون تفضيل. طيب. باعلى نعم.